هاي بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهارده جايه اعمل لكم لوك للسحور في رمضان، خطوات بسيطه جدا ويا رب يعجبكم وتابعوا معانا الفيديو. بعد ما رطبت بشرتي وحطيت تونر على البشره وهيئت البشره تماما، دلوقتي هحط الفاونديشن. انا حطيت بالظبط ضغطتين من الفاونديشن ده عشان انا عايزه بشرتي تبقى مش عليها طبقات كتير. والباقي هحطه فوق، هوزعه فوق من الفرشة. بالبيوتي بلندر همشي على الفاونديشن عشان يمسح لي اي خطوط ويثبت كمان اللون. بعد ما رطبت تحت عيني كويس قوي واستنيته لما ينشف، دلوقتي هحط الكونسيلر الغامق علشان يشيل اي هالات سودا، والكونسيلر بتاعي من لوردان بيري. وبالكونسيلر الفاتح من ميك اب فور ايفر هنور تحت العين. حطيت بلاشر كريمي. بعد ما حطيت الكونسيلر وحطيت البلاشر كريمي والفاونديشن، دلوقتي هثبتهم كلهم باللوز باودر. وبالفرشه الكبيره همشي على الوش كله. هستخدم اللون البني ده، هحطه على الجفن المتحرك على طول. الحركة دي بتبقى حلوة قوي للبنات اللي عندها مسافة بين الجفن والعظمة الحاجب، عندها الجفن المتحرك واسع كبير. وبنفس الباليت هستخدم اللون الأورنج ده، هحطه فوق العظمة فوق اللون البني. هدمج اللونين مع بعض. وبالباليت دي هستخدم اللون البني الشمر ده، هحطه على الجفن المتحرك. هرجع تاني باللون البني اللي انا استخدمته في الاول خالص على الجفن المتحرك، هرسم بيه بقى تحت العين. باللون الاورنج اللي حطيناه فوق العين هنرجع تاني نحطه تحت العين تحت اللون البني. حبيت ان انا احط بدل احط كحل اسود احط كحل لونه تركواز عشان اكثر شويه من البنيات والاورنج اللي انا حطاه في فوق العين. وكمان بما اني لابسه حاجات يعني ممكن يبقى فيها اخضر او ازرق، فحابه ان انا ابرز الالوان دي في العين. فهحط بطريقه بسيطه جدا الكحل، وانا متاكده انه هيطلع حلو قوي مع اللوك. من باليت الهايلايتر بتاع أفرة هستخدم اللون ده عشان انور مدمع العين. انا هستكفي بس بالمسكرة، مش هحط ايلاينر فوق العين لان انا حاطه جليتر حاجات فيها شمر، وحاطه كمان كحل ازرق، ف مش حابه ان انا احط ايلاينر خالص. لو في اي اي شادو وقع تحت العين مع باودر هشيله. هحط الكونتور. هستخدم الهايلايتر ده على الخد. وبعد كده هحط مسكرة الحواجب. هعبي بس فراغات. نيجي بقى على اخر فقرة واللي هي احلى حاجة بالنسبة لي، الروج. هستخدم اللون ده من ارت ديكو، نفس لون الشفايف بس فيه لمعة جلوسي. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، واللوك كمان عجبكم. زي ما انتم شايفين اللوك بسيط جدا، يبان ان هو خطواته كتير، بس هو لما يجي يطبق يعني تيجوا تعملوه هتلاقوا الموضوع سهل جدا، هما لونين ثلاثة بالكتير. وينفع قوي للخروج، وينفع للمناسبات، ينفع سحور. يا رب يكون عجبكم، ولو عندكم اسئله ابعتولي.